ترانسفورمر تمام، فهنتكلم عن سنجل فيس ترانسفورمر. فالترانسفورمر هو معدة كهربية تاني الكتريكال باور من ايه؟ من سيركت سيركت ثانية تمام تمام، عن طريق الماجنتيك كوبلينج. يعني ايه؟ يعني لما نشوف دلوقتي انت عارف ان هو كده بيتكون من برايمري سكندري، فكده كده برايمري سكندري دول مش متوصلين مع بعض كهربية. امال ايه؟ اللي رابط ما بينهم رابط ايه؟ مغناطيسي تمام؟ طبعا هو بين الباور ده عن نفس الفريكونسي، يعني ساعات تلاقي الفريكونسي هنا ويروح هنا في نفس الفريكونسي تمام؟ فاحنا بنقول ان المكونات بتاعت الترانسفورمر هم ثلاث حاجات، عندك برايمري وايندنج سكندري وايندنج والارم كور بتاعه تمام؟ فانت عندك هذا الكور بتاعه هو ده الحقيقي بتاعي وادي الملف وادي الملف. طبعا احنا قلنا في المعنى ان احنا مش هنسميهم اصلا برايمري سايد او برايمري وايندنج وسكندري وايندنج، المفروض نسميهم تسميه جنرال، هنسمي هاي سايد ولو سايد. في المسائل هنشتغل على برايمري سكندري تمام، هو احنا ماشيين كده في الكورس، فاحنا نكمل كده على الكورس، هنشتغل برايمري سكندري. حتى لو انت لقيت اي حاجه في الشيت مكتوبه هاي سايد او لو سايد هنشوف دلوقتي هتعملها ازاي، بس انت هتحولها لبرايمري سكندري تمام. بس احنا فاهمين ايه؟ ان انت هو الفكره بتاعت الترانسفورمر ايه بيساوي سالب منه ديفايد باي دي تي تمام؟ وانت عارف ان الاله ديت ستاتيك ماشين، يعني عشان يحصل انديوس دي ان في الملف لازم يبقى في معدل تغير بقطع الفيد بالنسبه لايه؟ للتايم تمام؟ فلازم الفيد ده يكون متغير مع الزمن، وما دام مفيش حاجه بتتغير يبقى الفيد نفسه هو اللي بيتغير مع الزمن، وعشان الفيد يتغير مع الزمن يبقى لازم التيار اللي جاي بالفيد يبقى متغير مع الزمن، يبقى لازم يكون انت هتحط جهد اي سي تحت تمام. فالجهد الاي سي ده هيمر التيار تمام، مكتوب بقى بالنظريه بالحس الذاتي كام اتنين ام اف، وبعد كده يمشي فيد الفيد ده بالحس المتبادل يقطع الملفات ديت، بس الفيد متغير مع الزمن فيكون انديوس دي ام اف تمام. احنا قلنا زي ما انت فاهم انت الترانسفورمر بتاعك اهوت طبيعي ان انا اي واحد فيهم ممكن يبقى برايمري، لو انا حطيت عليه الجهد يبقى ده اسمه برايمري، حطيت الجهد هنا بس سكندر صح؟ ده اسمه برايمر تمام؟ فاكر انت بقول اه لا انا هسمي واحد هاي سايد او هاي فولت سايد والثاني لو فولت سايد، بناء على ايه؟ بناء على ان الجهد بيعتمد على عدد اللفات، لو عدد اللفات هنا زياده عدد اللفات هنا اقل، فسواء انت حطيت الجهد هنا يبقى انت هتقلله هنا، لو حطيت الجهد هنا فانت بترفعه الناحيه دي تمام؟ فانت على اساس ده بنقول ان هنا البي بتاعتك بتبقى عاليه وهنا البي بتاعتك بتبقى قليله، يعني ترانسفورمر بيز جيت الكتريكال باور بس عند فولتج ديفن مختلف. كده تمام. طب انا الفولت هنا عالي والفولت هنا قليل وانا بدي الباور تمام، فانا اقول اعتبر ان مفيش لوسز، فالمفروض ان التيار هنا او حتى لو في لوسز فالتيار هنا المفروض هيبقى قليل والتيار هنا هيبقى عالي، عشان الباور بتاعك لو هو في اي هنا هو هو في اي. في مشكله في كده؟ تمام. انا بقول ان انت عارف ان الاي ام اف بيساوي سالب ان دي 5 باي دي تي، والفاي بتاعك ده متغير مع الزمن، فممكن اعبر عن الفاي بفاي ماكسيمم كوزاين اوميجا تي تمام. لو انت فضلت بقى زي ما كتبت في المحاضره او حاجه تمام وجبت الار ام اس فاليو هتلاقي ان الاي ار ام اس هتساوي الاتي 44 من 100 في اف في ان فاي ماكس. في مشكله في كده؟ تمام. يبقى الاي ار ام اس بتساوي 44 من 100 في الفريكونسي بتاعك في عدد اللفات في الفاي ماكس. طب والله انا عايز الانديوس دي ملف لو تحصل في الملف ده، لو انا دلوقتي بقول ان ده هيبقى البرايمري بتاعي وده السكندري بتاعي، فهقول ان الاي برايمري بتساوي ايه؟ او الاي برايمري بتساوي هي ار ام اس ممكن اكتبها كده بتساوي ايه؟ 44 من 100 في الاف، هل الاف بيتغير من هنا لهنا فاسميها اف وخلاص، بتاعك الان برايمري في الفاي برايمري تمام ماكسيموم. في مشكله في كده؟ طب الاي سكندري 44 من 100 في الاف في ان سكندري في الفاي سكندري ماكسيمم تمام؟ لو انا هشتغل ايديالي ايديال انا بقول ايديال ان مفيش اي لوسز موجوده في الاله تمام؟ عشان انا طبيعي بقول زي ما كنت بقول لك في المعمل لما انت بيمر تيار في الملف، الملف بيبقى ليه مقاومه، المقاومه دي بيحصل فيها ايه؟ كبر لوسز تمام؟ ففي لوسز موجوده في الاله صح؟ نفس الكلام بقول ان الفيض اللي هيمشي هنا مش كله اللي هيمشي هنا، لا هيبقى في شويه ليكج. فانا في الايديال ترانسفورمر بعمل اي حاجه، اي مفيش ليكج، يعني الفايل اللي طالع من هنا هو هو اللي بيمشي في القلب الحديد، هو اللي هو اللي بيوصل لفين؟ للسكندري، يعني مفيش ليكج فلوكس تمام تمام، ومفيش كفر لوسز ولا كور لوسز، وعلى اساس ده ممكن اقول ان الفاي
سكندري هي هيها الفايف برايمر صح كده؟ تمام. وعليه ممكن اقول ان الاي بي على الاي اس بتساوي ان بي على ان اس صح كده؟ في مشكله؟ كل ده هيروح مع بعض. تمام. طب لما انا اقول لك ان الاي بي على الاي اس الانديوس دي ام اف اللي هنا تمام على الانديوس دي ام اف اللي هنا بتساوي ان بي على ان اس، وبقول لك ان مفيش دروب اصلا حصل هنا، انا ما عملت المقاومه وعملت الملف صح، يعني كاني بقول لك ان البي بتاعت البرايمري هي هيها اللي هتوصل للاي برايمري، يعني كاني بقول بي برايمري على في سكندري بيساوي اي برايمري على اي سكندري بيساوي ان برايمري على ان سكندري، وكمان ايه بقول لك ان الباور اللي هيخش هنا هو اللي هيطلع من هنا عشان ما فيش اي لوسز، فممكن اقول انها بتساوي الاي اس على اي بي لان في اس الاي اس هي البي بي فاي بي، يبقى الباور بتاعك سالب. في مشكله في كده؟ يبقى ده ايدل، يبقى ايدل يعني انت بتعمل اي حاجه ايدل مثال، يعني الباور اللي بتدخله هو الباور اللي بتطلعه والفيلر اللي انت بتستنتجه هو هو اللي بيقطع ملفات وكل حاجه تمام. هو ده بقى اللي بيحصل في الحقيقه، لازم يبقى ايه في اكزاكت الموضوع ده، فده انت ممكن تعبر عنه بالادي، يعني انت ممكن تعبر عنه كده ايدل ده ادي ايه ده انا اقول مثلا او ده اي بي وده اي اس ده ان بي وهنا ايه ان اس، طبعا الاثنين دول معزولين عن بعض ايه زي ما قلنا كهربيه مفيش رابطه بينهم كهرباء تمام. طب لما اجي بقى احاول اعمل اكزاكت ترانسفورمر او اتكلم على ترانسفورمر حقيقي فاقول ماشي والله لا انا ده الترانسفورمر بتاعي مظبوط ملف اهوت ملف اهوت ده التيار ده الفولت اللي انا حاطه متغير والله الفولت ده هيمر فين؟ في ملف، الملف ده هيكون فيه ايه؟ هيكون ليه مقاومه وايه؟ واندكتنس كمان، يعني ايه؟ يعني المفروض الانديوس دي ام اف اللي هنا هتتاثر كده تبقى شكلها عامل كده. ما يبقاش كل الجهد اللي داخل بتاع البرايمري هو اللي هيطلع الاي بي، ليه؟ لان يبقى فيه فولتج دروب هنا، لانه لما يمر تيار اي بي هنا هيبقى فيه هنا ايه؟ الار بي والاكس بي صح كده؟ طب والله الار بي دي ماشي انت قلت لي تعبر عن اللوسز صح؟ اللي هي المفروض ان ده ملف هيمر فيه تيار ففي مقاومه ليه فالمقاومه هتسخن فتعمل لوسز. طب والله ديت ايه؟ فقال لك مش انت بتقول ان هنا هيمر فيض؟ والله ده هيطلع فيض. هل كل الفيض ده هيمشي في القلب الحقيقي ده؟ اقول لك والله لا، حتى لو الميو ار بتاعته 2000 والميو ار بتاعت الهواء واحد ففي شويه ليكج برضه هيمشي فين؟ فلو فبالتالي هتلاقي في شويه ليكج طالع كده فده الفاي ليكج، فايه اللي بيعبر عن الليكج ديت؟ هي الاكس برايمري بتاعتي تمام؟ نفس الكلام مش كل الفيض اللي طالع من هنا هيعمل ايه؟ هيقطع ده، فبالتالي هيبقى في كمان فاي ليكج فين؟ هنا. طب لما احط انا حمل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيمر تيار اي سكندر صح؟ التيار ده هيمر فين برضه؟ في الملف، الملف ده ليه مقاومه بيحصل فيه ايه؟ لوسز تمام؟ يعني مش الاي هتبقى بتساوي الفي دلوقتي تمام؟ ماشي. طب انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ قال لك تمام انا فهمت ده مفيش مشكله خالص. نفس الكلام بقى انت قصدي يعني لما الفاي ده هيمشي انت عارف القلب الحديدي بتاعك، القلب الحديدي بيحصل فيه ايه؟ مفكات حديديه اللي هي الايرن لوسز والايه؟ الهيستيريس لوسز تمام؟ فهيبقى في كمان كور لوسز عندي، يعني زي ما قلت البي انبوت مش هي تطلع هي البي اوت، لا في مفكات طالعه مني اللي هي الايه؟ اللوسز بتاعتي تمام؟ طب بقول لك ماشي، طب انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ قال لك انا عايز اعمل حاجه اسمها ايكوفلنت سيركت. ايه الايكوفلنت سيركت ديت؟ قال لك انا عايز اعمل تحليل رياضي للاله دي. يعني ايه؟ يعني اعبر ان الاله ديت بدايره كهربيه، الدايره الكهربائيه ديت ليها شويه مقاومات ومعوقات بس في اليمنت، يعني هنا هتبقى مقاومه ومعوقه بس مفيش مكثف، يعني مقاومه ومعوقه عشان ايه؟ عشان ادرس خاص الاله. يعني والله انا حملت سحبت تيار من الترانسفورمر تمام؟ هشوف ايه اللي يحصل للفولت، شوف ايه اللي يحصل للافشنسي، شوف ايه اللي يحصل للوسز، شوف ايه اللي يحصل للايه؟ لكل حاجه عندي، فاعرف احل الدايره، او تعرف تعمل لها موديلنج باي برنامج سوفت وير زي ما خدنا في الترم اللي فات في الماتلاب، ممكن بقى انت بعد الكورس ده او ممكن المعامل اصلا اللي احنا بناخدها ديت بدل ما بتقعد تشتغلها في المعمل، ممكن انت على الماتلاب والله تجيب ترانسفورمر وتعمل نولد تيست وشورت سيركت تيست وتطلع البارامترات اللي انت عايزه كله بالماتلاب. طب انت عملت الموديل ازاي؟ ما لازم انا اكون عارف الدايره الكهربائيه اللي بتعبر عن الترانسفورمر، فانا ده اللي انا بعمله بقى. بحاول اعمل دايره كهربائيه تعبر عن الترانسفورمر ككل. تمام؟ فقال لك ماشي. صح. قال لك عشان تعبر عن الدايره الكهربائيه دي دي
اللي هنا وكده كده وكده ايه يعني تمام. انت دلوقتي عايز تعبر دلوقتي عن الترانسفورمر، تشوف اللي بيحصل فيه عشان اعرف اعبر عن احاول اعمل له ايكوفالنت سيركت. طب انا قلت دلوقتي في حاجتين دلوقتي انا اتكلمت عليهم، حاجه اسمها الكبر لوسز صح اللي موجوده في الملفات، والملف ده حقيقي يعني ايه؟ يعني الملف ده بيبقى ليه مقاومه حقيقيه، يعني انت لو جبت الملف ده وحطيته على اوميتر حاولت او اوميتر وحاولت تقيس الايه المقاومه هتلاقي ليها قيمه تمام. فانت تعبر عن مقاومه حقيقيه، فالكبر لوسز ديت هتعبر عنها في البرايمري في السكند، هيبقى دي تسميها ار برايمري ودي تسميها ايه؟ ار سكند تمام. طب ايه تاني؟ قال لك في حاجه اسمها الليكج فلوكس اللي احنا اتكلمنا لسه عليه، فيبقى انت كمان بتتكلم على الليكج فلوكس. والله ديت موجوده فين كمان؟ بالنسبه للبرايمري والسكند، فهنا هتلاقي في اكس برايمري واكس سكند. طبعا الفلوكس ده فقدان في الفلوكس، فانت ما تعرفش تعبر عنه بايه؟ بمقاومه، انت تعبر عنه بملف، لان انت بتتكلم على رياكتيف باور مش اكتيف باور تمام؟ فانت تعبر عنه بملف. تالت حاجة انا كده عبرت عن ايه دلوقتي؟ والله ملف ابتدائي وملف ايه؟ ثانوي. انا لسه عبرت عن الكور، ما هو ترانسفورمر اتنين ملف وكور، ما انا لسه فاضل لي الكور. طب الكور ايه اللي بيحصل فيه؟ عندك برضه كور لوسز اللي هي الايه؟ ارن لوسز تمام؟ فعبر عنها بايه؟ ما دام لوسز يبقى لازم اعبر عنها بايه؟ بمقاومة، ودي اسميها ار سي، ار كور لوسز او ار نوت. طبعا المقاومة ديت مش موجودة في الحقيقة زي الملف. ليه؟ لان هي الكور لوسز انت الملف انت تعرف تقيسها، انما دي ما تعرفش تقيسها. فانت بتعمل ايه؟ بتحاكي ان في لوسز موجوده في الاله اسمها الكور لوسز، بعبر عنها بايه؟ بمقاومه، لان المقاومه هي اللي بتعبر عن اللوسز. فده دي دي ده اللي انا عملته. طب نفس الكلام الماجنتايزنج فلكس ده تمام؟ يبقى الفلكس ده عايز تعبر عنه. اعبر عنه بايه؟ ما دام فيد اكس ام او اكس نو تمام؟ والله ماشي. طبعا انت زي ما انت شايف الاكس ام اللي انت هتحطها دي هتبقى اكبر بكتير من الاكس بي او الاكس اس. ليه؟ لان الفيض اللي هيمشي هنا هيمشي في الحديد، الفيض اللي ماشي هنا في الهواء، فده ليكج، فده قليل قوي برضه تمام. ماشي. الكور لوسز دي بقى احطها فين؟ يعني لو دي دايره البرايمري بتاعتي ودي دايره السكندري بتاعتي، واقول لك ان انا هنا ايه اندوس دي ام اف تمام. الفيض ده راح يتكون كمان اندوس دي ام اف هنا، تتنقل عن طريق نسبه التحويل تمام، ويبقى في هنا ار سكندري واكس سكندري صح كده. طب الكورد او القلب الحديد ده احطه في دايره البرايمر ولا السكندري؟ احنا قلناها في المعمل بس نقولها تاني. ايه اصلا اللي جاب الفيض اللي عمل مغناطه للقلب الحديدي اللي هيكون الجزء دي ما في السكندري؟ هو ده. يعني ده لو اوبن والله ماشي، مع الحديد لازم يتمغنط، فايه اللي جايب اصلا المغناطه ديت؟ التيار اللي مرت هنا صح. يبقى هو المفروض ايه اللي عامل الفيض؟ التيار بتاع البرايمري. يبقى انت تنسبها لدايره ايه؟ البرايمري. فانت لازم الكور لوسز تتحط في البرايمري، وزي ما اتفقنا او الكور او الماجنتايزنج او فرع المغناطه ده بيتحط في البرايمري. وزي ما قلنا ان الكور لوسز دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الفي وبتعتمد على الاف زي ما خدنا في الشيت الاولاني، والاف بتاعك ثابت يبقى بتعتمد على الفي تمام. فعشان كده لازم تتحط في الدايره على التوازي، المفروض تتحط هنا كده. ليه تنحط هنا؟ لان هقول بعد كده ان انت يعني ممكن بعد كده ان احنا نشيل الفرع ده نحطه هنا، ده ابروكسيم. فلو انت حطيت الفرع هنا يبقى الجهد اللي متسلط عليه هو جهد المصدر على طول، وبما ان هو بيتاثر بالفي فانا كده التمثيل بتاعي صح. انما لو حطيته توالي هيبقى ايه؟ الفولت ده بيتقسم على ديت ودي، فانت كده ما عبرتش عنه صح. فعشان اعبر عنه صح حطيت فرع توازي تمام؟ تمام. هقول لك ماشي. طب والله العظيم انا ما عملتش حاجه، يعني ايه دلوقتي ده الحته ده هي بالظبط هي اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه. هو ده ايه؟ الايديال ترانسفورم اللي انا زودته ده كله بقى عشان اخليه ايه؟ هو الترانسفورم الحقيقي بتاعه الاكزاكت ترانسفورم تمام؟ انا دلوقتي والله الدايرتين دول مفصولين عن بعض صح كده؟ يعني دي دايره البرايمري ودي دايره السكندري، فانت هتعرف تحلهم، مش عايز تعمل سيركت واحده عشان تعرف تحلها تمام؟ فقال لك ماشي، بما انك عايز تعمل سيركت واحده فانا هعمل حاجه اسمها ريفيرنج. يعني ايه ريفيرنج؟ يعني هنسب دايره يا اما دايره السكندري ناحيه دايره البرايمري، او انسب دايره البرايمري ناحيه دايره السكندري تمام؟ فانا هنسب ازاي؟ اقول لك الاتي. انت بتقول انت عايز تنسب دي لدي تمام؟ فكانك عايز تجيب الفرع ده تحطه مع الفرع ده تمام؟ يبقى الفرع ده هو الفرع ده. فانت عندك القانون بيقول لك ايه من هنا؟ ان الاي اس على الاي بي او الاي بي على الاي اس بيساوي ايه؟ ان بي على ان اس.
تمام؟ والله قال لك ماشي، مش ده اي اس؟ المفروض لما تيجي تنقله في الاول كان يبقى اسمه اي بي، صح؟ مش احنا كنا بنقول الاي اس على الاي بي او الان 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 بي على الان اس يساوي اي اس على اي بي، ولكن اللي حصل هنا في شويه تيار راحوا هنا. فالمفروض لما تنقل يتنقل بالتيار ده، فالتيار ده هسميه الاي اس داش. ومعنى اي اس داش دلوقتي احنا كده بدانا ننقل اصلا. يعني ايه؟ يعني ده تيار السكندري منسوب ناحيه البرايمري. تمام؟ فانت عشان هتنسب يبقى القيمه اللي انت هتحطها دي تبقى قيمه جديده، فلازم اعمل لها مدلول جديد فحطيت داش بس. يبقى انا هنا ممكن اقول بقى ان ايه؟ ان الاي بي على اي اس بيساوي ان بي على ان اس بيساوي ايه؟ اي اس على اي اس داش. صح كده؟ ده على ده بيساوي ده على ده. تمام؟ تمام. طب انا عايز ايه؟ عايز اخلي الجهد ده بيساوي الجهد ده لما انقله. فاقول المفروض ان انا عايز الاي اس داش هيساوي الاي بي، صح كده؟ تمام. يبقى الاي اس داش بيساوي الاي بي، والاي بي اصلا بيساوي ايه؟ اي اس في ان بي على ان اس، صح؟ يبقى انا ممكن اكتب اي اس. طب ان بي على ان اس دي بيسموها ايه؟ نسبة التحويل اللي هي ايه؟ فممكن اقول انها بتساوي اي اس فين؟ في الايه؟ فلو انت عايز تنقل اي جهد من ناحية السكندري من ناحية البرايمري بتعمل ايه؟ تضرب في نسبة ايه؟ التحويل. دي جبناها ايه؟ تمام؟ طب بالمثل لو انت عايز تنقل التيار، والله اي اس بيساوي ايه؟ اي اس داش اللي انت عايز تنقله بيساوي اي اس على الايه؟ صح؟ اي اس بيساوي اي اس داش بيساوي اي اس على ايه؟ فانت عايز تنقل اي تيار من ناحيه السكند من ناحيه البرايمري هتعمل ايه؟ تقسم على نسبه التحويل، صح كده؟ طب اخر حاجه عندك هي المقاومات والمعقول. طب اقول لك والله ايه؟ انت عارف ان الطاقه هتفضل تستحدث من العدد. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت لو عندك لوسس هنا اي سكوير اس في الار اس ب 5 واط. تمام؟ والله انا بحاكي الموضوع، انا عايز انقلها ناحيه البرايمري. اللوسس دي هتتغير؟ هل اللوسس دي هتبقى 6 واط مثلا؟ لازم تبقى 5 واط برضه. تمام؟ عشان تبقى كلامك صح. وبالتالي انا ممكن اقول هنا ايه؟ ان الاي اس سكوير في الار اس بيساوي اي اس داش سكوير في الار اس داش. يبقى الار اس داش دي بتعبر عن ايه؟ عن مقاومه السكندري منسوبه ناحيه البرايمري. ومن هنا تعرف تقول ان الار اس داش بيساوي ار اس في ايه؟ اي اس داش على اي اس بكل تربيع. اي اس لا ار اس داش بيساوي ار اس في اي اس على اي اس داش بكل تربيع، اللي هي ايه؟ ايه تربيع؟ انت عشان تنقل المقاومات او الملفات بتعمل ايه؟ تضرب في نسبه التحويل. يبقى الفولت بتضربه فين؟ نسبه التحويل. التيار بتقسمه على نسبه التحويل. المقاومات والمعوقات، وبالتالي انت عندك هنا يبقى في اس برضه هنا، فانت عايز تنقل في اس داش هتضربه في نسبه التحويل. ايه المشكله في كده؟ باشمهندس اللوس ديت فاريبل؟ فاريبل ازاي بقى؟ ما احنا قلنا صح؟ لا يبقى لا مش فيكسد ولا فاريبل دلوقتي يعني، ولا على المدى. لا لا ده لسه الكلام انت بتقول عليه ده كمان شويه. سيبه. هنتكلم على الاير بوس والكفر بوس. طب هو لو العكس يبقى نفس لا يبقى العكس يبقى العكس. والله انت لو عايز تنقل من البرايمري لناحيه السكندري هتلاقي القوانين دي كلها اتغيرت. يعني لو عايز تنقل الجهد هتلاقي بتقسم على ايه؟ عشان العكس. لو انت بصيت لها انت عايز تجيب ايه دلوقتي؟ عايز اجيب الاي بي دبل داش بتساوي الاي اس. هتلاقيها مقلوبه. فهتلاقي القوانين كلها بتتقلب. تمام؟ فانا دلوقتي عايز اعمل ريفيرنج، فانت هتلاقي ايه اللي حصل عندك دلوقتي؟ احنا اول حاجه عندنا قلنا ان الاي اس داش هتساوي الاي بي، وانت بتنقل السكندري بتاعك ناحيه البرايمري، فانت هتلاقي البرايمري زي ما هو. يبقى ديت البي برايمري، ار برايمري، اكس برايمري، والفرع المغناطيسي زي ما هو عادي مفيش مشكله. ار سي، اكس ام، وفي الاخر بعدين هتكون هنا المفروض الجهد ده الاي برايمري اللي هو بقى يساوي ايه؟ اي اس داش. والله دلوقتي انت نقلت الداله في السكند من ناحيه البرايمري، فدي بقى اسمها ايه؟ لو ده اي بي وده اي نود ده هيبقى اسمه ايه؟ مش اي اس، ده بقى اسمه اي اس داش. والار والاكس الاكس اس داش والار اس داش. وهنا والله ده اسمه الفي اس داش، صح كده؟ تمام. التيار ده بقى بيتقسم لمركبتين زي ما هنقول كمان، يعني المره السلايد الجاي يعني زي ما بقول لك السبوره الجايه هنقول ده بنسميه الاي او اكتف لانه ماشي في مقاومه، والمقاومه كده كده بتبقى بتسمع الجزء فسميها اكتف، والثانيه بنسميها اي او ماجنتايزر هنقول عليها كمان شويه. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره انا عندي حين دلوقتي دي الدايره بتاعتي بسميها الاكزاكت ايكوفالنت سيركت اوف سنجل فيز ترانسفورمر ريفيرد
تو برايمري سايد. في مشكله في كده؟ اكزاكت ايكوفالنت سيركت في سنجل فيز ترانسفورمر لفيرد زون برايمري سايد. والله لو بقى عندك 3 فيز فانت كل فيزه تعبر عنها بايه؟ واحده منهم، يبقى ده بالفيز. هتقول ان ده الايكوفالنت سيركت بتاع 3 فيز ترانسفورمر بس الفيزه واحده. فاهم قصدي؟ بعد كده في الالات يعني في الاندكشن وفي السنكرونس هتلاقيك بتغير حاجه واحده، يعني دي هتبقى معاك في تقريبا ثالثه ورابعه هتعيش حياتك معاك الكوبلنت سيركت. هي بتتغير بس في حاجه بسيطه في ناحيه السكندري او الناحيه الثانيه بتاعت الروتر. تمام؟ دلوقتي ماشي، والله انا اقول لك لو انا معايا حمل، الحمل ده الاس بتاعته بكذا. تمام؟ الاس بتاعته بكذا والباور فاكتور بكذا وانا معايا الفي اس. ما دام معاك الاس والفي اس مثلا تعرف تحسب منهم ايه؟ التيار. والله انا جبت الاي اس، والاي اس ده نقله بقى بنسبه التحويل هقسمها نسبه، يبقى جبت الاي اس داش صح؟ والفي اس معايا اعرف اجيب في اس داش. والله انت معاك في اس داش واي اس داش طلبتها في الدروب ده يبقى انت عرفت تجيب ايه؟ الاي بي. الاي بي ديت قسمتها على الار سي جبت التيار ده، قسمتها على الاكس ام جبت التيار ده، جمعت التيارين على بعض جبت ده، جمعت ده وده جبت الاي بي. اي بي ضربته في الدروب ده وجمعت على الاي بي يبقى انت جبت ايه؟ في برايم. تمام؟ طب نكتب بقى اللي احنا عملناه ده. يعني ده ممكن تحل الدايره خالص من ناحيتك، لو انت معاك الحمل تعرف تجيب الفولت بتاعك اللي داخل على البرايمري قد ايه، وبالتالي عارف التيار اللي ماشي هنا في المقاومه تعرف تجيب البوست بتاعت الكفر اللي هنا والكفر اللي هنا والكور بوست زي ما انت عايز كده، فتعرف تحسب الكفاءه. في مشكله؟ تمام. فانا هقول بقى ان انا عايز ده صح؟ يبقى الاي بي اللي هو بيساوي الاي اس داش بيساوي في اس داش زائد اي اس داش ار اس زائد جي اكس اس، صح كده؟ طبعا ده كله فيزا. يعني الفي اس ده مثلا انت هتاخد الريفرنس بتاعك بالزاويه صفر، التيار بتاعك هيبقى ايه؟ بحسب الباور فاكتور سالب كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور، ومعاك ده تعرف تحسب ده قيمه وسوي. دول داش ار اس داش ماشي ار اس داش. تمام؟ جبت الاي بي، والله انا عايز اجيب الفي بي، فالفي بي بيساوي ايه؟ والله الاي بي ديت زائد اي بي والار بي زائد جي اكس بي، صح كده؟ تمام، ده كله بقى زي ما احنا اتفقنا يعني. طب انا مش معايا الاي بي، الاي بي بيساوي ايه؟ اي اس داش زائد اي او اللي هو بيسميها تايرال نولوج يعني، او تايرال ادفرتايزنج براند. تمام؟ طب انا عايز الاي او، والله الاي او ده ممكن اجيبه منين؟ زي ما اتفقنا اي بي على الار سي تجيب تايرال الاي او اي، يبقى اي بي على ار سي يديك اي او اي، اي او ام يديك يبقى اي بي على جي اكس ام، عشان انت شغال كله فيكتورز. تمام؟ جبت ده وجبت ده تجمعهم جمع اتجاهي، يعني تقول ان الاي او بيساوي اي او اي زائد الاي او ام، تعرف تحسب الاي او تجمعها على الاي اس داش تجيب الاي بي، تعرف تجيب هنا الدي. ودي ان شاء الله تبقى اخر مساله هنحلها يعني. لو الواحد هندسه كهربائيه، انا قلت ايه؟ ده بيساوي ده زائد الضرب، وده بيساوي ده زائد الضرب. وجهد لا والله ده اهو الحته دي تساوي ايه؟ الجهد ده زائد الفولتج ضرب اللي هنا. تمام والله. تمام ماشي. طب ده بيساوي ايه؟ الجهد ده الفولتج ضرب في الوضع. سبحان الله. طب ده الجهد ده محطوط على مقاومتين بالتوازي، يبقى هو ايه؟ نفس الجهد على المقاومه دي والملف ده، يبقى انا عايز التيار هنا قاسم الجهد على المقاومه. ده اللي انا عملته بس خلاص، ما عملتش في الجد بس كتبته بس في صوره معلقه. تمام؟ والاي بي والاي اس بس مش معنى في الدايره المقاومه. هو هنا النقطه دي بقت اي بي وعلى الاي اس ده. مش احنا بنستخدمهم كفول سورس. ماشي هو انا عملتها ضمنيا مش انا دلوقتي كاني بقول لك لا ماشي تفرق في الطيارات، تفرق في الطيارات لو انت كل واحد لوحده. دلوقتي انت منسوب، ده منسوب ناحيه البرايم، يعني ده تيار السكندري زي ما بقول لك منسوب ناحيه البرايم. والله التيار السكندري ده مش هو، يعني التيار السكندري منسوب للبرايم مش هو هو التيار السكندري، لا ده مضروب في حاجه، انت كده ما وصلتش في حاجه، لان انا نسبت كله ناحيه. انما في العادي ما زي ما انت بتقول ما ده سورس فالتيار ده هيختلف. انا بس انا ما بتكلمش على التيار ده، انا بتكلم عن التيار ده اللي شايفه، اللي ده شايفه. بيمسخ الجهد على البرايم مع ناخد بالظبط. استنى معلش. هو الاكس ام دي بتعبر عن الفضل اللي مش في الحمل؟
والبار بتاعه على النص اصلا. طب يلا شكل كده رميها فكرنا سي خلاص. هو احنا خدنا حاجه صغيره هنتكلم عليها بتاع حلو بس تمام. هنتكلم عن نولود بس مش كتجربه قوي يعني. او سيب دي بس عشان كويس ان انا انا بقول لو انا هشتغل نولود طبعا انا ما بقولش على التجربه قوي بس انا بتكلم عن نولود عامه تمام. فوالله نولود ماشي. نولود يعني ايه؟ مفيش حل تمام. وانت بتقول عشان بس الناس بتتلخبط في حاجات كتير. انت الاله النيم بليت بتاعها مكتوب عليها حاجه اسمها الريت اللي هي الباور، وزي ما اتفقنا بتتكتب بالكيلو فولت امبير او ميجا فولت امبير يعني. عشان انت مش عارف الحل اللي بتاعك ده الباور فاكتور بتاعه كام تمام. فانت الباور ده اللي هو الاس تمام ده على حسب ايه؟ والله انت عندك الترانسفورمر ايه اللي انت هنتكلم على الترانسفورمر اللي هو موجود في اي شارع ده مثلا بقى لما تخش كيلو فولت 380 تمام. فانت بتشتغل على ايه؟ على جهد سبيسيفيك. فانت الجهد بتاعك ده اسمه الجهد المقنن بتاعك اللي هو كام؟ انت بتشتغل بقى في البيوت اللي هو مثلا 220 فولت. فانت كده بتشتغل ايه؟ 220 فولت تمام. الترانسفورمر ده بيطلع مثلا زي ما بنقول مثلا 200 كيلو فولت امبير تمام. والله انت في احمال اللي هي البيوت، الاحمال دي مطفيه، هل الترانسفورمر هيطلع 200 كيلو فولت امبير؟ هيطلع اقل. يبقى ليه؟ على حسب انت في مقاومات ايه؟ مش الاحمال كلها بتتوصل توازي؟ انت حطيت مثلا ده 5 وده 5 تمام؟ فبقى ايه المحصله؟ 2.5. ف 2.5 ديت تمام؟ يعني انت هيسحب تيار على قد ده، فالتيار اللي بيتسحب ماشي. طب انت عايز تزود تحميل بتعمل ايه؟ تحط كمان مقاومه. ليه لما تحط كمان مقاومه؟ يعني تزود المقاومات اهي، لان مقاومات توازي فالمقاومه المكافئه هتبقى ايه؟ اقل من اقل مقاومه، فبالتالي التيار بتاعك هيزيد. فانت اهم حاجه بالنسبه لك ان انت التحميل معناه ان انت بتعمل ايه؟ بتسحب تيار. اه عشان لما اجي اقول لك مثلا مفيش حمل وتقول لي والله يا باشمهندس طب ما الباور معايا بتاعت الريتد. طب ما هو انت ما فيش حمل يبقى هو يسحب تيار الباور ريتد؟ لا ده مش هيسحب اصلا. لما انت مفيش حمل يبقى الباور بتاعك كله بصص، لان مفيش حاجه بتاخد الايه؟ الباور منه، فالباور كله طالع لصق تمام؟ فانا شغال نولود مفيش حمل اليماني، ده الايكوبلانت 6 مفيش حمل، يبقى في طياره هيمشي في السكندري؟ والله لا عشان الدايره مقفوله مفتوحه، فالمفروض ان انا ده مش هيمشي فيه حاجه، صح كده؟ وبما اني بقول مفيش حمل فالمفروض مفيش حاجه هتسحب مني طيار تمام؟ يبقى الطيار اللي هيمشي المفروض طيار قليل. ليه؟ لان مفيش حمل. فالطيار اللي هيمشي ده هيبقى لازمته ايه؟ او هيمشي ليه؟ دلوقتي انا بقول لك انت حتى لو ده مفتوح ايه اللي بيحصل لما ده يمرر طيار؟ والله الطيار اللي بيمر ده بيمغنط القلب الحديدي، وبما انك هتمغنط القلب الحديدي يبقى فيه كمان مغنطه وفي لصص عنده بتاعت القلب الحديدي، صح كده؟ يبقى انت مغنط القلب الحديدي وفي لصص. طب ماشي، بما اني بقول ان الطيار بتاعك اللي هيمشي ده هيبقى طيار صغير تمام؟ فانت هتشوف في المسائل ان المقاومه دي مثلا هتلاقي 3 اوم ودي مثلا 2 اوم وديت مثلا حوالي واحده فيهم بتبقى 20000 والثانيه مثلا 80000. فانت بتتكلم ان انت بتتكلم ان الجهد ده هيتقسم على الاثنين دول تمام؟ فالجهد اللي ده هيبقى قليل جدا لان التيار قليل، تيار في ايه؟ في مقاومه هيبقى قليل. فانا ممكن اعمل ايه هنا؟ اهمل كمان ده. في مشكله في كده؟ والله يبقى دلوقتي انت عندك الفي ده بيمر الطيار، ممكن اسميه طيار النولود في الحاله ديت لان مفيش طيار هيمشي فين؟ في الحمل، فاسميه نولود صح؟ ده بيسموه الاكزايتنج كارب عشان المسافه تمام؟ وده بيسموه ايه؟ ده بيعبر عن ايه اصلا؟ ده الطيار اللي ماشي في المقاومه اللي عبر عن النص، فبيسموه كورلوس كومبوننت. كورلوس كومبوننت. طب والله ده اللي عمل ايه؟ عمل مغناطه لقلب حديد، ما ده بيعبر عن فار، فبيسموه ايه؟ ماجنتايزنج كارد. يبقى انت من يعني من ايه؟ من المفهوم بتعرف ده بيتسمى ايه؟ فده بيسموه ايه؟ ماجنتايزنج كارد. في مشكلة في كده؟ يبقى ده ايه؟ اكزايتنج، ده كورلوس، ده ماجنتايزنج كارد. تمام؟ طبعا انت ديت لو شفتها في كتاب او اي حاجة هتلاقي مثلا بيقول لك ديت اسمها فيكشس. يعني ايه فيكشس؟ يعني تخيلية. ليه زي ما احنا قلنا؟ لان مفيش مقاومه للكور لوسز، انا عبرت عن الكور لوسز بمقاومه عشان اعبر عن اللوسز بتاعتي، فديت مش موجوده اصلا في الحقيقه تمام. دلوقتي ماشي. طب انا عايز ارسم الفيس بتاع ده، والله انا عندي جهد تمام، هاخده ريفرنس عشان اعرف ارسم الفيزور. فده الفي بتاعي، في نولود او في برايمري تمام، هيمر تيار
طلع اتقسم لجزئين صح؟ تمام. طيار ماشي في انقاذ تقريبا ينفذ مع الجهد صح؟ هنا لاحظوا ايه؟ طيار في الملف بيلاج الجهد اللي عليه بزاويه كام؟ 90 اللي هو الطيار بتاع الاي او ام كده. وبالتالي المحصله بتاعت ايه؟ الاي او ويبقى الزاويه اللي هنا هي الفاي او اللي هي النو لود بتاعتك انت ممكن تجيب منها النو لود باور فاكتور. طب والله ماشي انت دلوقتي ممكن تقول ان الاي او ايه بتساوي اي او كوساين 4 زي ما كنا بنعمل او الاي او ام بتساوي اي او ساين 4 بس انا دلوقتي عايز اقول لك انت انا لو احتجت الكور لوسز هتقول لي الكور لوسز بتساوي ايه؟ اي اللوسز بتساوي ايه؟ ميتر يوم اي سكوير 4 يعني انت ممكن تقول لي اه ماشي اي او اي سكوير في الار سي صح؟ طب والله انا مش معايا الار سي فالار سي دي بتساوي ايه؟ في بي على اي او اي صح؟ جهد على الطيار. طب في بي على اي او اي تديك ايه؟ اي او اي الفي بي صح؟ يبقى انت لو معاك الجهد ومعاك الطيار اللي ماشي هنا تعرف تجيب. طب والله مش معايا الطيار اللي ماشي هنا ومعايا هنا ومعايا الباور فاكتور. طب انا ممكن اقول ان الاي او اي بيساوي ايه؟ اي او كوزاين فاي او تمام؟ يبقى اي او في بي كوزاين فاي او وده اللي انا بعمله اصلا لما بجيب باور عامه بقول ايه؟ دي في اي كوزاين فاي. ولو انت محتاج الكيو اللي هتعمل ماجنتايزنج تقول ايه؟ اي او في بي ساين 4 صح كده؟ في مشكله؟ الناس مالها حل مسائل. يا بس معايا ده رقم 5 بيقول الاكزايتنج كارنت يعني بيتكلم على ايه؟ على الاي نود او الاي او فور اسيرتن 50 كيلو فولت امبير يبقى كده بيقول لك النيم بليت بتاعتك قد ايه يعني ده الريتد اس بتاعك والجهد بتاعك او نسبه التحويل بتاعتك 480 دي 240 فولت 60 هرتز 60 هرتز ترانسفورمر از 2.5% اوف الريتد كارنت يعني بيقول لي ان الاي او بيساوي 2.5% من الاي ريت. طب والله لما يتكلم كده يقول لي الاي او بيساوي 2.5% من الاي ريت يبقى هو بيتكلم على انهي ريت؟ ايوه بتاعت ايه؟ بتاعت البرايمري والسكندري. برايمري ليه؟ لان بيجيب الماجنتايزنج او بيجيب الماجنتايزنج كارنت هو الايه؟ تيار برايمري فده بيتعبر عنه بايه؟ الاي برايمري بتاعي تمام؟ يقول لي والفيز انجل يعني الفاي نود بيساوي 79.8 درجه يعني مديني ديت 79.8 تمام وانت شغال ات نو لود فعايز ايه؟ عايز الايكوفالنت سيركت وعايز الفيزر دايجرام بتاعك. طب وايه كمان؟ بيقول لك اسيومنج الاوبريشن ان ستيب داون مود يعني انت شغال ده البرايمري وده السكندري عشان يبقى كده ايه؟ ستيب داون صح؟ تمام. هو المطلوب الماجنتايزنج كارنت يعني عايز ايه؟ اي او ام. تاني حاجه عايز الكور لوس كارنت الاي او ام. عايز ايه تاني؟ لا وعايز اول حاجه ده الثانيه ودي الثالثه. عايز النو لود كارنت او الاي او الاكزايتنج كارنت يعني. رابع حاجه عايز الكور لوس اللي هو البيك. حل المساله ازاي؟ والله انا على الاي او بيساوي 2.5% من ايه؟ من الريتد صح؟ تمام. وانت الريتد بتاعك اللي هو بتاع الايه؟ الاي بي. عشان انا ممكن اقول دلوقتي ان الاس بتاعتي في حاله النو لود دي ممكن اقول ان الاس بيساوي في برايمري في اي برايمري تمام؟ معايا في برايمري بكام؟ يعني بعرف اجيب الاي برايمري. اي برايمري بيساوي الاس بتاعتك اللي هي 50 في 10 اس 3 على في برايمري 480 يبقى انت كده جبت ايه؟ اي برايم تضربها في 2.5% يبقى جبت. طب انت معاك الاي او ومعاك الفاي مش ممكن اقول ان الاي او اي بيساوي اي او كوزاين فاي او والاي او ام بيساوي اي او ساين فاي او يبقى الاي او اي بيساوي الاي او كوزاين فاي او اللي هي 79.8 والاي او ام
اي او ساين وفايبر تمام. طب انت عايز البي سي كفر بروسس الكور بروسس قصدي، انت قدامك ممكن تشتغل بده وده وده. طبعا مش معايا ار سي فممكن اشتغل بالكروت على طول، لو الاي او اي في البي بي، بما انك جبت الاي او اي ومعاك البي بي يبقى البي كور بروسس بتساوي الاي او اي في ايه البي بي. في مشكله في كده؟ مساء تمام. بعديها نفسها برضه هنشتغل على النولود. بفتح الفيديو وخدها سكرين من جوه الفيديو. مساء رقم 6 نولود برضه بس المعطيات مختلفه. تمام، بدل ما يديك الاكزايتنج كارنت راح مديك الماجنتايزنج كارنت، يعني مديك الاي ام. يعني مثلا 6 بيقول لك صوتها سنجل فيز اويل كويل ديستريبيوشن ترانسفورمر. لما اقول لك ديستريبيوشن ترانسفورمر يبقى انت عارف ان هو ايه في الاساس ستيب داون. ليه؟ لان انت في التوزيع فانت كده كده لازم تبقى ستيب داون، فانت عارف ان هو ستيب داون ترانسفورمر 200 كيلو فولت امبير حتى لو ما قالكش، بس هو في المساله دي قايل 7200 460. يعني ده البي برايمري، ده البي سكندري بتاعي 60 هرتز. هذا كور لوس البي كور 1100 واط تمام. والله الكور لوس دي انت عارف انها بتنقسم لحاجتين، هيستريسس ودي كارنت. فبقول لك 74% منها 74% ديت هيستريسس، يبقى كام في المية ايدي كارنت؟ 26 ده ايدي كارنت لوس تمام. بيقول لي الماجنتايزنج كارنت يعني الاي او ام 1.5% من تيار الريتد، يعني 1.5 يعني 15 من 1000 في ايه؟ تيار الريتد اللي هو زي ما قلنا اي بي. عايز ايه هو؟ عايز والله الماجنتايزنج كارنت. وعايز ايه تاني؟ عايز الاي او اي. تالت حاجه عايزها الاي او اللي هي الاكزايتنج كارنت. ورابع حاجه عايزها الاي دي كارنت لوسز، بي اي دي كارنت. والله من غير ما احل المساله اصلا ممكن اجيب الاي دي كارنت لوسز صح؟ ليه؟ لان الاي دي كارنت بتساوي كام؟ 24 26% من بي سي او 1 ناقص 74% بتاعت الهيستريسس. فانت ممكن تقول ان البي اي دي بيساوي 26% في ايه؟ 1100 واط، تعرف تجيب البي اي دي كارنت. طب عايز الاي او ام، والله يبقى انا عايز الاي بي. اجيب الاي بي ازاي؟ بس عشان ما فيش لود على البي بي، وده كام؟ 7200 وديت 200 في 10 اس 3. يبقى انت كده جبت ايه؟ الماجنتايزنج كارنت صح كده؟ ماشي. عايز الاي او ايه؟ معي؟ ما اجيب الفاي ازاي وانت معكش الاي او؟ ما عاد اهو صح؟ البي كور بيساوي ايه؟ اي او اي في البي بي اللي هو 7200 ودي 1100، تعرف تجيب الاي او اي؟ يبقى جبت الاي او اي صح كده؟ ايه بي بيساوي اي او اي في البي بي اللي احنا لسه حلين بيها المساله اللي فاتت. يبقى جبت كده الاي او اي. عايز الاي او، ولا انت عارف ان الاي او بيساوي ايه؟ خد بالك بقى مجموع المركبتين دول بس كايه؟ فلو انا قلت ان ده الريفرنس يبقى الاي او اي ده الزاويه بتاعته صفر. يبقى بالنسبه لي الاي او ام الزاويه بتاعته كام؟ 90. فانت المفروض تكتبها ازاي؟ اي او اي يا اما تقول ناقص جي اي او ام، يا اما تقول ايه؟ زائد اي او ام والزاويه بتاعته كام؟ 90 صح كده؟ مش كده؟ اول شيء بس الجاي في المسائل تبقى اخرك بس انا هعتبر انا الدخل لان مفيش معطيات تخليني اشتغل باي حاجه دكتور. يعني انا ممكن اقول لك ان الاس بيساوي الفي اس على الاي اس صح؟ او قصدي الاس بيساوي الفي اس في الاي اس تمام؟ والله ماشي انت كده كده مفيش الاي اس هيمشي اصلا، بس انا ممكن اجيبها لك من المناد يعني. فانت لما تيجي تعمل الاي اس الاي برايمري هتعمل ايه؟ ده لو انت اشتغلت اي دي يعني مفيش اي كفر بروسس، هتروح قاسمها على نسبة التحويل عشان انت عشان تعمل نسبة التحويل فانا بتقول ان هي ال في اس على ال ايه؟ يطلع لك ال في بي كمان. قال لك يعني تمام يقول لك ان هي بحر انا شيلها خالص يعني حاجه بس هو الصح ان الريتد اللي في بالك دي بتبقى بتاعت الاول، بس هو هنا اصلا كده كده ايه؟
مفيش نور لود اصلا. باشمهندس قبل تحطه بس على سايب ايه سايب جي ولا ايه سايب جي؟ مالها دي؟ يا ابني ده فيكتور صح؟ ده ايوه هو فيز لو اعتبرت ان دي الزاويه بتاعتها صفر يبقى دي الزاويه بتاعتها كام؟ دوران كده والله. يبقى ده تلاقي دي بزاويه 90 تمام؟ بعد كده هنشتغل مسالتين على ايريال ترانسفورمر. نكمل المساله بتاعتي رقم 8 هنشتغل فيها بقى المسالتين اللي دول ايديس تمام. فانت الايديال بتاعك هيقول لك 480 120 فولت 480 120 فولت 60 هرتز ده الريت بتاعك تمام. يعني ريتد يعني ايه؟ يعني الكود اللي بتحمله مثلا الملف البرايمري 480 والله ما انت لازم تدخل عليه 480 لا ممكن تدخل عليه اقل عادي. هو انت اصلا اه المفروض تشتغل على ريتد بس انت ممكن تدخل عليه اقل تمام. فهو بيقول لك ماشي الهاي فولتج وايندنج يعني الجهد اللي عليه جهد اعلى بدخل عليه 460 فولت تمام. يعني ده البرايمري بتاعي دلوقتي لان هو هيدخل الفولت على الجهد الاعلى فالبرايمري بتاعي الفي برايمري بتاعي 460 فولت. في مشكله في كده؟ تمام. كام ده؟ ايه؟ 5 رقم 8. طب هو ايرم هو دي اللي تحمله الملف بتاع البرايمري دي ممكن تجيب منها نسبه التحويل عادي اللي هي الايه اللي تساوي كده 4 ده 428 بس انت مش شرط تدخل عليه الجهد ده تمام. هو دخل عليه 460 وبقول لك اللو فولتج وايندنج يعني انت عندك ايديال ترانسفورمر كده ادي البرايمري بتاعك اهوت وادي السكندري بتاعك ده دخل عليه لود معين وهنا مدخل 460 فولت الدي برايمري بتاعك كام؟ 460 فولت وده السكندري بتاعي حط عليه لود زد ال تساوي 24 والزاوية بتاعتها 32.8 لود اندكتد يعني تمام. قسم الترانسفورمر ايديال زي ما احنا قلنا عايز ايه هو؟ عايز البي سكندري تاني حاجة عايز السكندري كارنت اي اس تالت حاجة عايز البرايمري كارنت اي بي رابع حاجة عايز حاجة اسمها الانبوت امبيدنس ريفيرد تو ايه؟ ناحية البرايمري زد الانبوت. خامس حاجة عايزها الاكتف والرياكتف والابيرنت باور درون باي ذا لود يعني عايز البي بالكيو بالاس اللي هيروح فين؟ اللود تمام؟ ولا انت عارف ان ده ايديال يعني مفيش اسس اصلا ولا في اي حاجه تمام. طب ممكن تقول دلوقتي عندك انت عندك الفي اس عايز الفي اس صح؟ فانت معاك الفي اس معاك الفي بي فتقول ان في بي على في اس بيساوي ايه؟ ام بي على ان اس بيساوي دي اللي هي كام؟ 4 طبعا دي 460 تعرف تجيب الفي اس من هنا صح كده؟ طب انا عايز الاي اس والله معايا في اس معايا زد مفيش لوسز لاي دي طب قلنا مفيش لوسز فانا اسمع زد فانت لاي اس حتى لو في لوسز انت معاك البي ومعاك معاك الزاويه معاك التيار ومعاك الزد او معاك البي ومعاك الزد هو التيار حتى في لوسز لان الجهد هو ده تمام. فانت بتقول اي اس بيساوي ايه؟ بي اس على زد ال يبقى انت هنا لازم تعمل ريفرنس لان ده كما يساوي فتقول ان الجهد بتاعك بتاع هنعتبر جهد البرايمري جهد السكندري الزاويه بتاعتهم صفر لان مفيش مقاطعات عنهم وبالتالي تعرف تحسب هنا الايه؟ الاي اس اللي هي طبعا هي الزاويه بتاعتها كام؟ سالب 32.8 وقسمت في اس على 24 في مشكله في كده؟ باشمهندس بس هجيب البي اس على حسب 460 صح؟ لان هو مدخل 460 تمام؟ اي بي انا معايا اي اس اي بي اجيبها ازاي؟ اي اس على الاي صح؟ ماشي لما جبت الاي بي باقي لك ايه؟ الزد انبوت ناحيه البرايمر يعني ايه؟ الزد قصدي الزد انبوت بتاعتك يعني البرايمري ده شايف اللود بتاعك ما فيش غير الزد هي اللي موجوده هنا لان هو ايدي شايف البرايمري ده مقاومته كام او شايف اللود ده مقاومته كام؟ يعني انت كده ماشي استنى يعني كانك بتنقل بتعمل ريفيرنج للود ده ناحيه البرايمر صح؟ مش هقول لك انا عايز الزد اللي شايفه البرايمري يعني كانك بتعمل ريفيرنج لكل الزد اللي موجوده فين؟ في الدايره وهي الزد اصلا موجوده فين بس؟ سكندري يبقى انت عايز تنقل دي تحطها فين؟
بالظبط كده. يبقى دي لو اسمها زد ال يبقى انت عايز تجيب حاجه اسمها زد ال داش اللي هي بتساوي زد ال في ايه؟ ايه تربيع 16. يعني الناتج اللي هيطلع من هنا او ده اضربه في 16 وزعه معاك زي ما هي. طب ليه يا باشمهندس ما قسمناش ال في بي على ايه؟ وبعدين؟ والله اقول لك على حاجه. هي سريعة مش هتفرق. بس انت فاهم بس انت كده بتعوق يعني فاهم انت على ان في مقاومة هنا دلوقتي انت بتقول في بي على اي بي تديني الزد بي. هو مفيش اصلا معوق هنا فاهم؟ هو كده كده لان الباور اللي داخل هو اللي خارج انت فاهم؟ عشان ده ايديال فانت الباور الداخل هو اللي خارج فانت يعني شايف يعني الفي بي في الاي بي هي الفي اس في الاي اس. بس لا على هي هتبقى صح فعلا. في اس على اي اس هتديك ايه؟ ال زد ال انما في بي على اي بي احتمال تديك الزد ال داش على طول تمام. حاول تجربها كده بنسب التحويل هتلاقيها بتيجي معاك زي ما هنقول اصلا في البي والكيو والاس دلوقتي اصل ده ايديال فاهم فهي سايحه على بعض. فانت البي عايز تجيبها تجيبها منين؟ يا اما اقول والله البي بي في الاي بي كوزاين الفاي بتاعت البي. واحد قال لي الفاي بي دي اللي هي ايه؟ اللي هي 6 بي ناقص 6 اي. واحد قال لي 6 اي ناقص 6 بي. والله ما هتفرق معانا في حاجه. انت كده كده عارف ان ده اصلا ايه؟ لاج باور فاكتور. يعني البي بتاعتك بوزيتيف والكيو بتاعتك بوزيتيف. صح؟ لان هو ايه؟ لاج تمام؟ الكيو بتاعتك نيجاتيف يعني. مش هتفرق في الاشاره في حاجه تمام؟ والكيو بتاعتك ايه؟ بي بي في اي بي ساين الفاي بي. طب والاس؟ هي البي زائد الجي كيو او اي كونجيجيت في الفي تمام. عملت كده اسهل يعني لما اجيب كونجيجيت بتاعي تمام. طب ماشي انا معايا الفي بي ومعايا الاي بي حسبتهم. الفاي بي دي اجيبها منين؟ والله انا معايا زاويه الاي بي صح؟ هي زاويه الاي اس. يبقى السيتا سيتا اي اس معايا اللي هي كام؟ سالب 32.8. طب السيتا بي اس بكام او السيتا بي بي؟ اعتبرها صفر. ريفرنس. يبقى انت ده بكام؟ ب 32.8. والله ما انت رحت قلت والله الكيو البي بتساوي في اس في اس كوزاين في اس مش هتفرق لان ما دام الباور هنا هي هي الباور هنا مفيش لوس. فتعالى زي ما انت عارف تمام؟ مثلا رقم 10 برضه على ايدر ترانسفورمر قلت لها استنى دي كمان معنى دي بس تقولين اللي عندك بقول لك لو انت دخلت 480 فولت على البرايمري يطلع لك 120 يبقى البي بي على البي اس بيساوي البي على البي اس. يبقى ديت ايه؟ نسبة التحويل. مين كان بيسأل؟ سؤال 10 بيقول لي انا عندي 200 كيلو فولت امبير 2300 230 فولت 60 هرتز ترانسفورمر اوبريتنج ات ريتد فولتج شغال عند ايه؟ عند الريتد فولتج وشغال ستيب داون تمام. بيقول لي شغال عند ريتد فولتج وسبلاينج يعني الحمل بتاعي عباره عن 150 كيلو فولت امبير والباور فاكتور بتاعي 654 من 1000 لاج. اسيوم ذا ترانسفورمر از ايديال. ايه المطلوب؟ المطلوب اي اس. المطلوب الزد بتاعة اللود. مطلوب الاي بي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت الترانسفورمر ده شغال عند ريتد فولتج تمام؟ يبقى ايه لما شغال عند ريتد فولتج؟ يعني لو الفي برايمري بتاعك 2300 يبقى الفي سكندري كام؟ 230. يبقى انت الحمل بتاعك لو انا قلت هنا مش شغال هنا الحمل بتاع اللي بيسحب 150 او 200 او لا هو بيسحب 150 كيلو فولت امبير يعني ما بيسحبش الريت بتاعي تمام. محطوط عليه جهد السكندري بتاعه بكام؟ 230 فولت. ده الاس. والباور فاكتور بكام كمان؟ 6 5 4 الاس 200 ايه؟ لا ده الاس ده الريت. اللود نفسه ساحب كام؟ 150. يعني هو مش محمل الترانسفورمر بالحمل الكامل بتاعه تمام. وبالتالي اعرف اجيب من هنا ايه اصلا؟ الاي اس اللي هي بتساوي في اس على البي اس صح؟
صح؟ بالاس بكام؟ 150 في 10 اس 3 على 230 هيطلع لك قيمه ده امبليتيود. انت عايز الزاويه، تجيب الزاويه منين؟ سالب كوزاين ماينس 1 بار فاكتور صح؟ عشان هو لاج، لاج بار فاكتور. يبقى انت الزاويه بتاعتك هتبقى ايه؟ بتلاج الجهد، لان لو الجهد بتاعك بيس 230 والزاويه صفر يبقى الجهد لازم يلاجه، يبقى انت لازم تحط السالب عشان يبقى التيار لاج الجهد. تمام؟ والله معايا الاي اس عايز ايه؟ الزد ال. طب الزد ال بيساوي ايه؟ في اس على اي اس. يبقى ايه؟ هتقسم الفي اس على اي اس، يبقى الزاويه بتاعتك هتبقى هي هي اللي هي ديت بس بالبوزيتيف، وتقسم بقى الفي اس بتاعك اللي هو 230 على التيار اللي انت حسبته. طب عايز الاي بي بيساوي ايه؟ اي اس على الايه؟ ما انت لا اي دي مفيش تيار مولود، مفيش اي حاجه مسكوبه. طيب الاي بي بيساوي اس على ايه؟ في مشكله في كده؟ نكمل بقى اخر حاجه عندي. مساله رقم، هو في مسالتين في النص كده يعني ما لهمش مدلول قوي. هي بيبقى مديك مقاومات ويقول لك انا عايز الايكوفلنت بتاعتها، منسوبين ناحيه البرايمري او ناحيه السكندري يعني. تمام؟ فهي ما فيهاش اي حاجه. فاحنا هناخد مساله فيها الكلام ده ضمنيه. يعني مش بيطلب بس المقاومه، لا بيطلب المقاومات وبيطلب الفي برايمري، بيطلب مثلا التيار المولود، بيطلب كل حاجه. فهي مساله شامله بتلخص الموضوع ده كله. وهي المساله رقم 15. بس بص بقى معايا، يعني انت الشيت بتاعك هتلاقي كاتب لك ايه؟ هنقول دلوقتي 100 كيلو فولت امبير، تمام؟ 60 هرتز، 7200 ب 480 فولت، تمام؟ سنجل فيس ترانسفورمر هاز فولوينج بارامترز، تمام؟ مديني ار هاي سايد وار لو سايد، هنتعامل معاهم هاي سايد ولو سايد؟ لا، هنتعامل معاهم برايمري وسكندري، بس لازم انا ابقى عارف البرايمري ايه والسكندري ايه. فراح قايل لي الترانسفورمر السبلاينج الود ذا دروز ريتد كارنت، يعني الحمل بتاعك، الحمل بتاعك اللي محطوط اللود بيسحب ايه دلوقتي؟ اي ريت صح؟ ومحطوط عليه ايه كمان؟ محطوط عليه 480 فولت. طب لما الحمل يبقى محطوط عليه 480 فولت، الحمل بيتحط عليه على السكندري، يبقى انت كده شغال ايه؟ ستيب داون. تمام؟ لوجيكال يعني. تمام؟ عشان اكيد مش هتشغل ده عند 480 هو 7000. يبقى انت كده ده البرايمري وده السكندري، يبقى الهاي سايد بتاعك ايه؟ هو البرايمري. تمام؟ وبالتالي لما يقول لك ار هاي سايد يبقى اسمه ده اسمه ايه؟ ار برايمري 3.6%، ار لو سايد اللي هي الار اس 14 بتهل، اكس هاي سايد اللي هي اكس برايمري 6.5%، اكس سكندري 27%، اكس ام منسوبه للهاي سايد. يعني ايه؟ طب انت بتحط الكور فين؟ في البرايمري. طب لما اقول لك اكس ام للبرايمري يبقى هي هي اللي انا هشتغل عليها. يعني هو مش ناسبها لي للسكندري مثلا، انت ترجع تنسبها للبرايمري تاني. يبقى هو مديني اكس ام 17809 والار اي 71400. تمام؟ بيقول الترانسفورمر از سبلاينج الود ذا دروز اريتد كارنت، يعني بيسحب تيار الريتد ولا حاطط عليه 480 اللي هو ايه اصلا؟ جهد الريتد صح؟ يبقى هو كده بيسحب ايه؟ الريتد باور. بما انك حاطط عليه جهد الريتد وهو بيسحب تيار الريتد يبقى هو بيسحب ايه؟ يبقى هو الاس بتاعته بكام؟ 1000 كيلو فولت امبير صح كده؟ هو بيسحب تيار الريتد ومحطوط عليه جهد الريتد يبقى هياخد ايه؟ الريتد باور. 900 ايه؟ 900 ايه؟ 100 100 100 معلش يا ابو كده شويه. تمام؟ يقول لي والباور فاكتور بتاعي 75% لاج باور فاكتور. عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز سكتش ذا ابروبريت ايكوفلنت سيركت. تمام؟ طبعا انت لما هشتغلها هنا بشتغلها هنا ايه؟ ما هو ما دام دي مديها لي ناحيه البرايمري فانا ما بروحش انسبها للسكندري. يبقى انت بتنسب كمان الكور، يعني انت بتنسب برايمري والكور للسكندري، هنروح نسيبهم للبرايمري اسهل. تمام؟ فرق عين ايه؟ ان الدايره بتاعتي ايه؟ ده ايه؟ ار برايمري اكس برايمري ار سي اكس ام، وده الاي بي وده الفي بي، وهنا زي ما قلنا الاي بي اللي هي بتساوي اي اس داش، هنا يمر ايه؟ اي اس داش
ار اس داش اكس اس داش وفي حمل عندي ده هنا في ايه كمان زد ال ايه داش تمام. طبعا اللي طالع الجهد الاطراف ده هيبقى اسمه ايه الفي اس داش صح كده معايا تمام. ايه المطلوب؟ سيبك بقى من اول مطلوب ده. هو عايز الانبوت امبيدنس اوف ذا كومبايند ترانسفورمر واللوب. هنسوق بقى ناحيه الهاي سايد اللي هو البرايم. يبقى عايز ايه اول حاجه؟ عايز الزد بتاعت اللود زائد الترانسفورمر الاثنين. هنسوق ناحيه ايه؟ ناحيه البرايم. ده اللي انا عملته اصلا. تمام؟ ثاني حاجه عندي عايز اللود كومبوننت اوف هاي سايد كارنت. يعني ايه؟ يعني عايز تيار اللود بس منسوب ناحيه البرايم. يعني عايز ايه؟ اي اس داش تيار اللود منسوب ناحيه البرايم. يبقى عايز ايه؟ اي اس داش. ثالث حاجه عايز الاكزايتنج كارنت. يعني عايز ايه؟ تيار اللود اللي هو هنا والاتس كومبوننت. يعني عايز الاي او اي كمان وعايز الاي او ام. يبقى الاي او وعايز يفصص منها الاي او اي والاي او ام. اخر حاجه بيقول لي لو انت شغال نو لود انا عايز الزد ام. يبقى الزد اللي شايفه في البرايمري بس في حاله ايه بس؟ نو لود. تمام؟ بالراحه معايا كده. انا عايز دلوقتي الزد لود. عايز الدي بي اساسا. عايز الدي بي كمان. تمام؟ دي اللي انا لما رسمتها وكتبت القانون قلت لك هنحلها اخر مساله اللي هي وصلنا لها بقى. تمام؟ عايز الزد لود وزائد الترانسفورمر بالنسبه للبرايمري. يعني عايز ايه؟ يعني عايز الزد اللي شايفه البرايمري اللي هو الدايره ديت عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف ده مجموعه مع ده توازي. مع دول توازي مجموعين مع دول. يعني انت المفروض ممكن نسميهم عشان يبقى اسهل. ممكن اسمي دي كلها ايه؟ زد واحد. تمام؟ ودي اسميها ايه مثلا؟ زد اثنين. ودي اسميها يبقى الزد ام بتاعتي عباره عن ايه؟ الترانسفورمر واللود. زد واحد توازي مع زد اثنين توالي مع زد ثلاثة. طب زد واحد دي عبارة عن ايه؟ والله زد ال داش زائد ار اس داش زائد جي اكس اس داش صح؟ هل انا معايا بقى زد ال داش وار اس داش واكس اس داش؟ انا معايا ار اس واكس اس. بعمل فيهم ايه؟ احولهم. انا اول حاجة اقول ار اس داش بيساوي اس كوير في ار اس والاكس اس داش اس كوير في اكس اس. طب اجيب ايه منين؟ والله انا معايا نسبه التحويله ايه بتساوي 7200 على 400 وكام؟ 80. في مشكله؟ طب انا جبت الاكس اس داش والاس داش. طب اجيب زد ال داش ازاي؟ والله اروح هات زد ال. اجيب زد ال منين؟ معايا الاس تمام ومعايا الريتد. بقول لك ريتد فولتج يعني الفي بتاعك بتاع الاس بكام؟ 180. تعرف تجيب منه ايه؟ الار صح؟ تمام. يبقى انت عندك كده كده هنحتاجه. ادي الاي اس بيساوي الاس على الفي اس اللي هو كذا صح؟ قيمه بس. طب والزاويه بتاعته كام؟ سالب كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور بتاعه لان هو لاج باور فاكتور. تمام؟ يبقى انت جبت الار. يبقى انت ممكن تقول ان الزد دي اللي بيساوي ايه؟ في اس على الاي اس. ده طبعا ده الزاويه بتاعتها صفر. يبقى جبت الزد دي. هل انا عايز الزد دي؟ عايز الزد دي اللي داش. يبقى الزد دي اللي داش بيساوي اس كوير في الزد دي. يبقى انت كده جبت الزد دي واحد. طبعا الزد 2 هتبقى بتساوي ايه؟ ار ام توازي على اكس ام. يبقى ار ام في جي اكس ام على ار ام زائد جي اكس ام. طب زد 3 ده بتاعت البرايمري اللي هي ايه؟ ار برايمري زائد جي اكس برايمري. يبقى انت كده جبت الزد انبوت اللي هو طالبه. في مشكله؟ طب انا عايز ايه تاني؟ والله عايز الاي اس داش. انا جبت الاي اس اصلا. الاي اس داش عباره عن ايه؟ اي اس على ايه؟ طب ماشي. انا عايز ايه تاني؟ عايز بهد البرايمر. بهد البرايمر اجيبه ازاي؟ ها معايا في اس داش زائد الدروب يديني ايه؟ ده اقسمه على ده اعرف اجيب التيار ده وتيار ده. التيار ده اجمع التيار ده اعرف اجيب التيار البرايمري. يبقى ده مع الفولتج دروب اجيب البهد البرايمري صح كده؟ يبقى انا الاول هجيب ايه؟ الاي بي صح؟ يبقى اقول الاي بي او اللي هي بتساوي اي اس داش بتساوي في اس داش زائد اي اس داش في ار اس داش زائد جي اكس اس داش صح؟ انا معايا كل ده ما عدا الفي اس داش. معايا الفي اس بس. يبقى الفي اس داش بيساوي في اس في الاي
صح؟ يبقى انت معاك كل ده تعرف تجيب الاي بي. صح؟ جبت الاي بي اقسم الاي بي على ايه؟ على المقاومه جبت التيار ده. اقسم الاي بي على اكس ام جبت انا التيار ده واللي هو ده عايزه اصلا برضه. عايز ده وده. يعني اقول الاي بي الاي او اي بتساوي الاي بي على الار سي. طب الاي او ام اي بي على جي اكس ام. يبقى الاي او عباره عن ايه؟ اي او اي متجه زائد اي او ام متجه. طبعا ده كمان هيبقى كوم اتجاه كل ده فيكتورز. تمام؟ يبقى انت كده جبت الاي او. طب انت عايز تجيب بقى ايه؟ الفي بي. الفي بي بيساوي والله اي بي زائد الاي بي الار بي زائد جي اكس بي. طب انا معايا الاي بي بس معايا اي اس داش واي نو لود. يبقى الاي بي بيساوي ايه؟ اي اس داش زائد اي او. تعرف تحسب الفي بي. ده اللي عملته زي ما قلت لك في الاول. محتاج اجيب ده يبقى ايه؟ في اس داش زائد ده يديني الفي بي. والله عايز اجيب ده انا لازم يبقى معايا الاي بي. عشان اجيب الاي بي لازم انا يبقى معايا التيار النو لود. اجيب التيار النو لود ازاي؟ اقسم ده على المقاومه واقسم ده على الملف واجمع التيارين دول. جبت التيار النو لود جمعته على اي اس داش. جبت التيار اللي هنا ضربته في الدروب وزائد زائد الفولت اللي هنا جبت الفي بي. اخر حاجه خالص في السكشن عايز الزد انبوت ادمنوت. طب وانا مفيش لود يعني انا فتحت الدايره دي كده خالص يبقى هل هيبقى فيه اي اس داش؟ مفيش هنا حاجه. يبقى اللي بقى لك ايه؟ دول. واحنا اتفقنا ان التار بتاعك كان قليل فممكن تهمل ده كمان. يبقى اللي بقى لك ايه؟ اللي هي ايه اصلا؟ ار سي اكس ام اللي احنا كنا مسمينها ايه؟ يبقى الزد انبوت اتنولوت هي هياها هي يعني زد تو. في مشكلة كده؟ معاك بقى لحد مسألة 16 في الشيء. وابدأ من مسألة 5. تمام. أنت عايزها. بس هي اللي قبل كده ضربها مسألة دلوقتي. كفاية ده ولا؟ كفاية ده ولا؟ كفاية ده ولا؟